الفقرة دي انا هسألك سؤال وهحط لك الاجابتين قدامك وانت هتجاوب وهترفع الورقة وهنشوف بقى انت واحساسك بقى انت صح بنسبة كام في المية. ماشي. انت ملتزم ولا خاربها؟ جاوب. ملتزم ولا خاربها؟ لا ملتزم طبعا. طبعا. طب ارفع ورقة. فين الاتنين؟ هما الاتنين اهو ايدك على واحدة اهو. ارفع واحدة. فين؟ دي ايه طيب؟ هتعرف في الاخر. ماشي. تحب السهر ولا النوم؟ لا النوم. ارفع ورقة. يا سلام عليك. لا دي السهر دي اللي الاحساس العالي ده. الساحل الطيب ولا الشرير؟ ولا ده ولا ده. لا الساحل الطيب ولا الشرير؟ الطيب. احلف كده؟ لا. ارفع ورقة. تلاتة. نزل بقى برضه في الاخر برضه هنعرف في الاخر هنعرف وخلاص احنا خلصنا شيل. طب يا عم كريم يا كريم. اه يا عم طيب ملتزم. ايه ده جات لي دي قطعة لا هي دي. صح بنسبة كام في المال الكلام ده؟ لا هخليك تحلف 90. لا 90 90%. 90.